صاحبي قد قالها الحكماء، خير الكلام لكل داء دواء. يا صاحبي قد قالها الحكماء، خير الكلام لكل داء دواء. وجميل صدقك في الحديث كأنه طيب. تذكرون حديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ أي حديث يجي على بالك؟ طبعا سؤال موجه لكم ثلاثتكم، يعني أي واحد يجاوبنا راح نعطيه جائزة. والله حديث الرسول حافظه. لا، حديث الإمام أمير المؤمنين هو اللي قايله، يعني نحتاج. والله ما أتذكر. ما تتذكر. إحنا بحاجة على أنه نحفظ أحاديث الإمام أمير المؤمنين، لأنه إحنا شيعة أمير المؤمنين، وبالتالي من الأولى أن نكون نحن حفظت هذه الأحاديث. فخلنا نعطيكم حديث، نشوف شنو راح يطلع لكم من حديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذا تحفظونه وتندعونا وياكم إن شاء الله. في أمان الله. دع عنك كل قبيح قول واستمع لكتاب ربك. السلام عليكم، شلونكم زوالنا؟ الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. احنا مؤسسة من اجل البلاغة، عندنا اسئلة، اذا جاوبونا راح نعطيكم هدية. زين، حافظين في الحديث الامام امير المؤمنين عليه السلام؟ انتوا دائما منين تسمع الخطب؟ اكثر شيء منين تاخذها؟ يعني من التلفزيون، من الخطباء؟ نهج البلاغة وبعض قارئ كتاب نهج البلاغة. من هو منو اللي جمع الاحاديث؟ الشريف الراضي. احسنت، الشريف الراضي، جزاك الله. تذكر لنا فد عدد من صحابة الامام امير المؤمنين اللي كانوا مقربين عليه؟ عمار بن ياسر، المقداد، مثل متمار، أبو ذر، وفاري. إذن أنت حافظ إن شاء الله، وقارئ كتاب نهج البلاغة، وكذلك شروحات نهج البلاغة. نعتبرك إن شاء الله مجاوب ويانا، وانطينا الهدية. الهدية هي مرمرة من داخل حرم الإمام الحسين عليه السلام، عمرها أكثر من 70 سنة، مقدمة من مؤسس علوم نهج البلاغة التابعة لعتبة الحسينية المقدسة. تستاهلون كل خير. الله يحفظ. الله جزاك الله خير الجزاء. هدية ثمينة. الله جزاك الله خير. أحسنت. بارك الله. قالها الحكماء، خير الكلام لكل داء دواء، وجميل صدقك في الحديث. حافظ حديث الإمام أمير المؤمنين يجي على بالك؟ خذ القناعة من الدنيا وارضى بها، واجعل نصيبك منها راحة البدن. انظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها غير القطن والكفن؟ الله يبارك بيك. إذا ذكرت لنا في الحديث، إن شاء الله الله يخلي لك أولادك ويسيرون على نهج أمير المؤمنين عليه السلام. وهاي الأحاديث والأبيات المنسوبة للإمام أمير المؤمنين، يا ريت نحفظها إلى أطفالنا. خلينا، الهدية هي مرمرة من داخل حرم الإمام الحسين، عمرها أكثر من 70 سنة، مقدمة من مؤسسة علوم نهج البلاغة التابعة لعتبة الحسينية المقدسة. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. ادعونا، لا تنسونا بالزيارة والدعاء. طيب وريحان يفوح نقاه. عود لسانك لو أردت مخاطبا، واختر لقولك ما تراه جميل، وأقل ولا تكثر بقولك جملة، أو لا تقل إن لم تجده جزيل، أو لا تقل إن